السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من دوار أهل الحارت من قلب دور الصافي احتمارة، هذا الفيديو جيت نوضح بعض النقاط صراحة كطرح أكثر من علامة استفهام منين كيجيبوا هاد الناس هاد الأخبار هادو. جاني اتصال البارح من واحد السيدة معيطة ليا بريفي، أول حاجة اللي خلاتني نقول هادي مالها علاش كدير هكذا. عيطات لي اخويا قالوا لينا راه ما بقى حتى شي حاجه من داكشي ديال البرارك والترياب وداكشي كلشي غيتلغى والملف ديال البرارك غيتلغى. منين جبتي اختي هادشي؟ راه قالوها لينا. شكون هذا اللي قالها لك؟ فصراحه كيعطيو بعض الناس اللي قالوها لهم انهم من جهه يعني مسؤوله ولكن بدون دليل، وحنا كنفندوا هذا الكلام وكنقولوا لا اساس له من الصحه. علاش؟ لانه كنهضروا كنقولوا حق البروجي حبس ما بقى والو. سيدي البروجي خدام والناس راهم خدامين والبنيره تبارك الله غادي في 8000 شقه، عمليه الهدم متوقفه مراعاه للامتحانات القادمه، الامتحانات القادمه وكذلك ومثال بالنسبه للمساله ديال العيد. الناس تعيد في خاطره وديك الساعه الله، واخا بان لي ما كاين خاطر بحكم انه الناس مساكن مكرفصين هنايا مع الدفعه الاولى ديال الترياب اللي دازت. فالناس اللي عندهم تخوف انه حقا ما بقى والو، حقا فلوسنا فين مشات، خلصنا 10 المليون، ما عندكم مناش تخافوا. الله يجازيكم بخير، الامور غاده والحمد لله داكشي غيكون على الخير والامور غتمشي مزيان. ما ديروا بالكم حتى شي حاجه، اللي خلص شي ريال غادي ياخذ الشقه ديالو والامور غتمشي بخير وعلى خير. هادشي اللي كاين، الصبر ثم الصبر، والعمليه ديال الترحيل راه غتكون ان شاء الله من وراء العيد، من وراء ما يدوزوا الامتحانات ديال البكالوريا. اخص بيديك امتحانات البكالوريا، فلا احد يستوعب او يستقبل او يعني بغي يدوز بهذا المعنى انه امتحانات البكالوريا كاينين وعندنا عمليه الهدم غنمشيو لمدينه الصخيرات، فلا يعقل وتا واحد ما غيتقبلها. لا نعود في تفاصيل اخرى، كنقول لكم الاشغال في مشروع البساتين، الناس راهم خدامين، الامور راها غاده، ونطلبوا الله الخير ونتمنوا من الله انه تمشي الامور مزيان. الساكنه ديال دور الصفيح غادي يولي عندهم السكن الكريم اللي كيحفظ لهم الكرامه ديالهم، وكذلك مدينه التماره غتعرف الافتتاح ديال مجموعه من الشوارع، امور اللي هي زوينه جايه في الطريق. نطلبوا ربي يدير اللي فيها الخير، ونطلبوا الساكنه تحاول تفاعل وما تبقاش يعني تنشر يعني مغالطات بين الناس، لان ملي كتسمع العيالات مساكن باغيين يتسطاو معيط ليا في التليفون ايوب كيقولوا البرارك حبسوا ما غنمشيوش، رزقنا خلصنا 6 شهور وهذا. فالله يرضي عليكم، كاين امتحانات كاين العيد، هادشي اللي معرقل القضيه، وان شاء الله راه ما يكون غير الخير والاشغال راه مستمره. ولكم ان تزوروا مدينه الصخيرات وتتاكدوا بام اعينكم، وربما الفيديوهات راه كنبين لكم فيهم كل شيء. تهلاو في راسكم، ما تنساوش الاشتراك والبارطاج، واي تساؤل فمرحبا، الرقم هو 06 61 68 42 92. تهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.